كنبغي نشكر شركة لسامين أن استضافتنا في المسبح لهذا اليوم. هذه السباحة هذه علاش دخلة؟ ها؟ دخلة في لوكونديسيون فيزيك بلوس سولاجمون ديال لوكو. اسمي وباسم مديرية الموارد البشرية لشركة سمير وباسم عطون المركب الرياضي ديال سمير والصاهرين على السير العادي والتنظيم ديال المركب الرياضي نرحب بجمعية الناري العام قيوة. شكرا للشركة لسمير اللي عطاتنا اليوم الاستثناء اللي يبقى في الذكرى. كنبغي نشكر السلام عليكم بعدا سميتو عثمان عابدي جمعية دار الالعاب القوى. كنبغي نشكر شركة لسمير هذه المبادرة اللي دارت معنا كنشكرها جزيلا بزاف. بالنسبة للسباحة كتعاونكم انتم؟ كتعاوننا بزاف هذا اللي ميسكر واللي يسور بزاف وكنشكر جمعية لسمير. كما جرات العادة دونك حنا هنا اليوم كنستقبلوا جمعية فضالة لألعاب القوى دونك وهاد المبادرة كتجي كما سابقتها ديال من بعد ما استقبلنا جمعيات ديال الأيتام دونك لسمير في انفتاحها على مجالها ومحيطها الاجتماعي والثقافي والرياضي كتستقبل اليوم جمعية فضالة لألعاب القوى دونك كاين واحد المجموعه ديال حوالي 50 طفل وطفله من المنخرطين في هذه الجمعيه جاوا باش يستافدوا من المركب الرياضي ديال لسمير بالمسبح الاولمبي ديالو وهي فرصه لهم النيت لان في اطار التدريب ديالهم كيحتاجوا للسباحه دونك لسمير فتحت لهم هذا الباب اليوم باش يستافدوا من المسبح وكما شفتوا راهم تبارك الله عليهم فرحانين وناشطين وكيستمتعوا وهذه السي ماهر الى واحد الفرصه بغيت انا نشكر بعدا الفريق ديالي اللي خدام معنا هنا في هذا المسبح الاولمبي لانه اللي ما كيعرفوش الاغلبيه وهو ان هادو متطوعين يعني هادو اخوان متطوعين كاين الاخ طارق كاين الاخ نزار كاين الاخ انور انيس بالاضافه لمعلم السباحه دونك الاخوان ديال لسمير هما متطوعين دونك باش كيوفروا هذا الجو هذا للعائلات ديال السامريين وكذلك الجمعيات اللي كنستقبلوا. السلام عليكم. اولا كنشكر ميديا لايف على تغطيه هذا النشاط اللي كنقوموا به اليوم. نقدم نفسي مدام عثماني رشيده نائبه رئيس جمعيه فضاله لالعاب القوى وهذا اليوم داخل في اطار الانشطه اللي كتنظمها الجمعيه لفائده الاطفال اللي كيكونوا يدربوا اللي ان شاء الله يدخلوا في مباريات رسميه ديال هذا العام ان شاء الله وهذا النشاط داخل في اطار الانشطه الترفيهيه اللي كتشجع وليدات باش يواكبوا تدريب وان شاء الله يحسنوا الاوقات ديالهم والاداءات ديالهم وان شاء الله يربحوا ميداليات في إطار موسم الرياضي ديال هذا العام وكذلك كان هذا النشاط كنديروه بشراكه مع شركه سمير اللي في هذا الاطار كنشكر المسؤولين شكر جزيل على هذه البادره الطيبه وعلى المساعده ديالهم اللي تقدموها الجمعيه في اطار تشجيع الانشطه ديال الجمعيات اللي هي دائما لفائده الاطفال ديالنا وليدات ديالنا اللي نمشي بهم ان شاء الله بعيد. وكنتمنى تكون بوادر من شركات اخرى حنا يعني متفتحين في هذا الاطار وما كرهناش الا كانوا شي شركات اخرين حتى هما يقدروا يساعدونا ولا يقترحوا علينا انشطه دائما داخله في اطار تشجيع وترفيه الوليدات وهذا باش يمكن لهم يواكبوا ويسيروا في هذا النشاط الرياضي اللي هو مهم لا من اجل الصحه
الجسمية والنفسية والعقلية، لأن دائما احنا عارفين الأهمية ديال الرياضة والأهمية ديال التباري والمباراة اللي كيكون فيها تحديات وتكون فيها دروس مهمة اللي كتنفع الوليدات لا جسميا ولا حتى في اطار المستقبل ديالهم. اون فوا على كل المجهودات ديال اي واحد اللي شارك في هذه البادره من بعيد او من قريب اللي تفكرتو ولا نسيتو. حيت بيبيج كتصحح العضلات في اليدين والجسم كامل، ومن هاني تحس عندنا اليوم اصلا بيبيج استعملناها في السباحه. لا تنسى الاشتراك بقناتنا ميديا لايف والضغط على زر الجرس للتوصل بآخر الأخبار.